يستسلم الثوار أبدا، يخرجون كل يوم ويصرخون بالمبادئ مهما كان الثمن، لا يكلون ولا يملون، يخرجون يوميا من دون أن يرضخوا لمعادلات الرشا المالية التي تترجم أحيانا لسباقات الفورمولا وأحيانا لماراثونات العلاقات العامة الدولي الذي يراد منه تحسين صورة الحكم في البحرين. كل ذلك لم يجعل الثوار يتوارون، بل ضج الصدديون بالتكبير والتهليل على الظالم الغشوم، منادين بإسقاط نظام الحكم وإقامة دولة العدل. انطلق ثوار الهملة رافعين شعار القصاص لمن سولت له نفسه بارتكاب الجرائم في أرض أوال، وتضامنوا مع حملة الرفض الساخطة على إقامة سباقات الفورمولا. وتصدى ثوار بني جمرة بقوة وحزم لقوات الأمن الخليفي وأوجعوها في معادلة الصبر، حيث لا تقوى عناصر الأمن على مقارعة الثوار في صدرهم. وهكذا لبت الجماهير الحاشدة في الدراز نداء التظاهرة لرفض إقامة الفورمولا، وهتفت الجموع بصوت قوي مزلزل: الشعب يريد إسقاط النظام، مؤكدين على استمرارهم في إسقاط نظام الحكم. وبعنوان كلا لفورمولا الدم، انطلق ثوار أبو صيبع والشاخورة في مسيرة غاضبة توعدوا فيها السلطات الخليفية بالقصاص، محذرين من إقامة سباقات الفورمولا. وتحت عنوان تكبيرة الغضب خرجت مسيرة حاشدة في كرانة، هتف المشاركون فيها بالوفاء لدماء الشهداء، واعتبروا إقامة سباقات الفورمولا على أرض الوطن جريمة أخرى يراد لها أن تستر عورة الظلم القائم في البلاد. وتعبيرا عن سخطهم الشديد على الفورمولا، فجر الكرانيون أسطوانة غاز. قرع ثوار مقابر الطبول معلنين الاستنفار بوجه الغضرسة الرسمية، هاتفين بشعار الثورة يسقط حمد كعلامة ثابتة للمناورة وسقف لا حياد عنه. وهكذا انطلق الأحرار في المصلى وإسكان جد حفص مرددين صيحات التكبير، ومؤكدين استمرارهم في الخط الثوري العام الذي لا يعرف المداهنة والخضوع ولا يقبل بإكراهات السياسة وفروضاتها. واستنكارا للقمع الرسمي لثوار البحرين، انطلق ثوار المنامة في مسيرة غاضبة رددوا فيها: الشعب يريد إسقاط النظام، وأصروا على التغيير الجذري. تصدى أحرار العاصمة لقوات الأمن الخليفي وأبلوا بلاء حسنا، واستطاعوا بصمودهم دحر عناصر الأمن عن أرض العاصمة بجدارة. وفي بور انطلق الأحرار بالتكبيرات المدوية راسمين أفقهم بشعار الشهداء يسقط حمد، مؤكدين استمرارهم في الثورة مهما كانت التضحيات، معبرين عن عشقهم للشهادة. وأغلقت في عالي وإسكانها المحلات التجارية، وخرج ثوار أرض الفخار في مسيرة غاضبة أعلنوا خلالها رفضهم القاطع لسباقات الفورمولا. وبشكل مميز أغلق ثوار نويدرات الشارع العام بمجسم سيارة الفورمولا
ولباس موظفي الفورميلا كتعبير على مدى السخط الشعبي على هذه السباقات. وانطلقت مسيرة في سفالة رفضا لسباقات الفورميلا، هتف المشاركون فيها بشعار يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام، مؤكدين وفاءهم لشهداء البحرين. واحتشدت المجاميع في واديان تحت شعار نداءات الغضب، وانطلقت تهتف بإسقاط الحكم الخليفي، مؤكدين رفضهم الحازم لسباقات الدم كما يحلو لهم توصيفها. وخرجت في الخارجية مسيرة غاضبة بهتافات ثورية مدوية رفضاً لإقامة سباقات الفورميلا وتأكيداً على استمرار الثوار في خيار إسقاط النظام، وتنديداً بالقمع اليومي الممارس ضد الشعب البحريني الأعزل. وأغلق الثوار ستر الجسر من الجهتين كتعبير عن السخط الستراوي لسباقات الدم كما يصفها ثوار البحرين. ويبقى السؤال الثوري قائما، هل يمكن إصلاح النظام في ظل كل هذا الاستهتار الدولي؟ فاستضافة أي بلد ديكتاتوري لهذه السباقات يعني أن المجتمع الدولي غير آبهم بالشعوب، وأن المال إذا دخل في السياسة سحقت حقوق الإنسان.